ليست أجواء حفل، بل هي مشاهد لنشاط سياسي نظمه الاتحاد العام للنساء الجزائريات، حضره وزراء وشخصيات سياسية لتثمين فحوى الدستور الجديد. إذا كانت زعيمة أقدم تنظيم نسوي في الجزائر نورية حفصي دعت مناضليها إلى أننا انطلاقاً من اليوم سنتجند لشرح الدستور ونتجند لكي نكون في الجبهة الوطنية المدافعة عن هذا الوطن. فنساء الاتحاد يساندن جهلهن. ما طلعتش على الدستور بصح أني موافقة عليه إن شاء الله. ما إحنا ما طلعناش على الدستور بصح أنا دايرين ثقة في بوتفليقة، وإحنا وش نقولوا لك، إحنا باللي بوتفليقة ما حش يضر الشعب الجزائري، ما حش يضر المرأة الجزائرية. البعض منهم حضرنا إلى القاعة البيضاوية من أجل الاحتفال بعيدهن بعيدا عن الخطابات السياسية والتجاذبات القانونية. بمناسبة عيد المرأة نتمنى لكل النساء الجزائريات عام سعيد، وهما كل عام وما بخير إن شاء الله عقب العام الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله السيد رئيس جمهورية عزيز بوتفليقة إن شاء الله ربي يحفظه. وكل ما يخص المرأة راه دروك المرأة عطاها حرية كبيرة، والحمد لله ربي دوك عطانا أي حاجة نحقوها. أسلوب الغناء والرقص حل محل النقاش، فهل يكون بهذا اتحاد النساء ابتكر طريقة جديدة لممارسة السياسة على وقع أنغام كدار الجابونية ترى؟